اعتمدت اللجنة العليا للعمرة والحج 733 شركة سياحية مصرية في تنظيم رحلات العمرة للموسم الجاري وتوزيع الكوتا البالغة 4000 تأشيرة لشهري رجب وشعبان و100 ألف تأشيرة لشهر رمضان على الشركات المعتمدة، فيما فاز 12 ألف مواطن في قرعة حج الجمعيات التي أجرتها وزارة التضامن، 65% منهم من الإناث. وقالت الوزارة إن نسبة الزيادة في أسعار البرامج مقارنة بالعام الماضي تتراوح ما بين 5 إلى 10%، وذلك نتيجة رفع السلطات السعودية الضرائب على أسعار الخدمات بالمملكة. أصدرت